يقدم فنونا هندسية، يقدم سيمفونيات موسيقية، يعزف على وتر الإبداع. الله 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 الله. إلياس بن زياد يضع الهدف الرابع للزعيم. يا إلهي، ما الذي يحدث؟ شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ العيناوي بهذه الصورة، مرعب مثير. سيمفونيات موسيقية عزفت بأقلام عيناوية في الكرة الماضية. إلياس بن زياد العيناوي يسجل الهدف الرابع، العيناوي بالأربعة، يكمل الفرق الإماراتية الأربعة، يلحق بـ